الله. على مدخل الحمراء كان لقاؤنا. في مدخل الحمراء. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا. ما أطيب اللقيا برامعاتي، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد. من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت: وفي غرناطة بلادي غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي. ودمشق أين تكون؟ قلت: ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في وجهك العربي، في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ قوم روادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. قالت: هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أبجادها أبجادها. ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثة الجميل، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد.